الشركة اللي تريد ترضي زبائنها تنزل لهم هيك موديل بهيك مواصفات وبهيك فئة سعرية. السبارك 10 برو، تعالوا نتعرف عليه. أكثر شيء راح يبهرك وراح يجذب انتباهك هو تصميم الجهاز ونحت الكاميرات اللي موجودة. الجهاز راح يجي معالج G88 وهو معالج مناسب كلش هواية للألعاب، كذلك راح يكون بنسختين، نسخة 128 ونسخة 256. الذاكرة العشوائية مالته راح تكون 8+8. بطارية الجهاز راح تكون 5000 ملي أمبير وراح يدعم شحن سريع بقوة 18 واط من خلال منفذ التايب سي اللي موجود بالجهاز. شاشة عملاقة بحجم 6.8، كذلك الألوان اللي موجودة بالشاشة هي كلش بديعة. معدل تحديث الجهاز راح يكون 90 هرتز، يعني سلاسة الجهاز أثناء استخدام التطبيقات والألعاب راح يكون كلش عالي. كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجا بكسل، كذلك كاميرا السيلفي راح تكون 32، يعني جودة الصور بهذا الجهاز راح تكون كلش ممتازة. هذا الجهاز